أطلقت وزارة الصحة فعاليات تدشين أولى عيادات المرأة الآمنة بمركز طبي أهالينا للرعاية الصحية، وتهدف العيادات لتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي والإسعافات الأولية للسيدات التي يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله. احنا المركز الاول على مستوى القاهره اللي بيقدم مثل هذه الخدمه. في طبعا في عياده المراه الامنه موجوده في مستشفيات زي مستشفى الدمرداش والقصر العيني و6 اكتوبر، بس احنا على مستوى المراكز الطبيه احنا اول مركز يقدم مثل هذه النوع من الخدمه. في الوقت الحالي احنا بنعيد هيكله الخدمات بحيث انها تبقى حزمه من الخدمات موجهه الى كل فئه عمريه وكل نوع، يعني الاناث يبقى لهم خدمات خاصه بيهم على حسب الفئه العمريه بتاعتهم، فبدايه من الشباب، بداية من المقبلين على الزواج نبتدي نوعيهم وندينهم التثقيف الصحي، بعد كده مرحلة التعامل مع العنف سواء العنف اللفظي أو غيره هتتصرف إزاي، بتجينا بيبقى في دعم نفسي، بيبقى في مشورة، لو لا قدر الله احتاجت إحالة فبيتم الإحالة إلى سواء العيادات النفسية أو الخدمات العلاجية. هي وزارة الصحة أولت اهتماماتها بالاستجابة الطبية والنفسية للحالات خاصة اللي بتتعرض للعنف، ولكن ده كان بيتم من خلال عيادات المرأة الآمنة اللي تابعة للمستشفيات والعيادات النفسية، فارتأت الوزارة ان ده يدخل كدمج للخدمات الصحة النفسية داخل عيادات ووحدات الرعاية الصحية الأولية.